أشادت هيئة مكتب مجلس النواب بإنجازات ونجاحات الدبلوماسية البحرينية بفضل نهج ورؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في السياسة الخارجية الحكيمة المرتكزة على الاعتدال والتوازن وترسيخ قيم ومبادئ الحوار والتعايش والإنسانية وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المسارات مع الدول الشقيقة والصديقة. وأعربت هيئة المكتب خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عن اعتزازها وتقديرها لما تبوأته الدبلوماسية البحرينية في المجتمع الدولي من مكانة رفيعة ودور مؤثر وفاعل ودعم جهود السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة بفضل الرؤية الملكية السامية ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدة بجهود وزارة الخارجية وكافة منتسبي الوزارة والبعثات الدبلوماسية في رعاية مصالح الوطن والمواطنين بالخارج وتعميق روابط الأخوة والصداقة مع دول العالم. وأكدت هيئة المكتب أن اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين يعد تتويجا لكافة الجهود الدبلوماسية البحرينية طوال مسيرتها الحافلة بالعطاءات والإسهامات المتميزة في تعزيز الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع جميع الدول.